ما زلنا نتكلم عن الإلكتريك بوتنشال، إلكتريك بوتنشال، وأخذنا الموضوع على عدة أفكار. فكان من إحدى الأفكار سميناها الفكرة رقم 4، العلاقة بين الجهد والمجال، يعني V and E. كيف إذا كان واحد موجود كيف نجد الثاني، وإذا كان E موجود كيف أطول فيه، وإذا V موجود كيف أطول لي. نأخذ الفكرة الأولى، إنه الـ E موجود. How to calculate الـ potential. أوكي، القاعدة بتقول إنه VA minus VB، يعني صار إنه فرق بين نقطتين، يساوي التكامل من A لB E dot DR. أوكي، وإذا كنا بنتكلم إحنا بس على محور السينات، يعني E dot ADX. تمام، وإذا كان ثابت، يعني هون الـ E رقم ثابت، إذا dot DR يعني E dot R، meaning يعني VA ناقص VB يساوي E dot R. وبالتالي بتتذكروا إنه هاي في الدوت برودكت بيعطيني الكوساين الزاوية. يعني لو كان أنا عندي هذا مجال منتظم E like this، وبدي أمشي من النقطة A لين النقطة B، فهذا هو R، وهذه الزاوية بينهما، فعندها إيش راح يكون الفرق في الجهد؟ VA ناقص VB يساوي E بهذا الشكل في R هذا الشكل، والزاوية في كوساين، في كوساين الزاوية بينهما. تمام، وإذا كان بده الدلتا V، الدلتا V دائما تكون الـ VB ناقص VA، يعني النهائي ناقص الابتدائي، عندنا راح يساوي سالب اللي هو VA ناقص VB، وبالتالي راح يكون سالب هاي الكمية. خلينا نأخذ اكزامبل بسيط، نعطينا صفحة جديدة. اوكي، اكزامبل، لو كان عندي الشكل التالي انفيجر، وكان في عندي يونيفورم الكتريك فيلد اي ويساوي 5 نيوتن لكل كولوم، وحبينا نمشي من المسار اي لين مسار بي لين مسار سي، هذه 2 متر، وهي من هون لهون 3 متر، وبحكي لي find VA minus VC، إما يعني على المسار هذا أو المسار هيك وهيك، فممكن إنه حلين هذا السؤال. خلينا نبدأ بالمسار الأول، VAC يساوي VAB زائد من هون لهون زائد VBC من هون لهون. نشوف VAB يساوي E، هذا الـ E بهذا الاتجاه، والR بنفس الاتجاه، في R في كوساين الصفر، كوساين الصفر واحد، زائد E بهذا الشكل، E بهذا الشكل، سوري، هذا E هيك، وهذا R، E في R في كوساين التسعين، يعني في هذا الـ E بهذا الشكل، وال R اتجاهنا من B ل C بهذا الشكل، الزاوية بيناتهم 90، كوساين التسعين صفر، فبطلع هذا كل الحد راح زيرو. إذن VAC يساوي الـ E 5 ضرب الـ R 2 زائد زيرو، ويساوي 10 فولت. طب لو واحد قال أنا بدي أحله بطريقة المسار هذا، أمشي من A ل C دايركتلي، من A ل C مباشرة، هل راح يطلع نفس الجواب؟ هذا الـ E وهذا الـ R وهي الزاوية بينهما، نقوله أوكي نحاول، فراح يحطيني VAC يساوي E في R في كوساين الزاوية هاي، الـ E زي ما بحكى بالسؤال هو موجود 5، إذن 5 ضرب R، وينك يا R؟ هاي المسافة من هون، من هون لين هون، سميها R، ضرب R. الكوساين هذه الزاوية شو كوساينها؟ المجاور على الوتر، مظبوط، ضرب الكوساين
الكوساين هو المجاور. مين المجاور؟ اثنين. والوتر ار، يعني اثنين على ار. فار مع ار بتروح، اذا راح يعطيني 5 ضرب 2 ويساوي 10 فولت. نفس الكلام، تمام. خلينا نتعمق اكثر ونحل بعض الامثله. اوكي، ناخذ مثلا هذا المثال. The electric field in a region space E، ف E X function 3X E Y يزيد مش موجودات. عندنا من النقطة A، النقطة A هي 3 متر، والنقطة B هاي A وهاي B 5 متر. احسب V B A. خلينا بالأول، احنا متعودين نحسب V A B تساوي التكامل من A لين B E DX. اللي ما بيعرف ايش التكامل، التكامل عكس الاشتقاق، يعني من 3 قلنا لا 5، ال E اللي هو 3X DX. ملاحظة، التكامل عكس الاشتقاق، يعني ايش تكامل X؟ يساوي X تربيع على 2. ايش تكامل X تربيع؟ يساوي X تكعيب على 3. وهلم جرة. الآن ايش الموجود عندي أنا؟ 3 X، شو تكاملها بصور X تربيع على 2. من وين؟ من 3 ل 5، يعني مرة بنعوض 3 ومرة بنعوض 5، فبيساوي نقول 3 على 2 في أول مرة بنعوض الفوقاني 5 تربيع ناقص 3 تربيع، ويساوي This is VA minus VB، ويساوي نحسبها بالحاسبة 5 تربيع 25 ناقص 3 تربيع 9 يساوي 16 ضرب 3 قسمة 2، وهذا يبي يطلع 24 فولت. بس مين هذا؟ VAB. طب لو بده VBA هو يساوي سالب VAB ويساوي سالب 24 فولت، تمام؟ إذا هل في واحد هنا؟ نعم، تذكر لاحظ في موجب 24 وفي سالب 24، هذا خطأ. هذا هو ليش؟ لأنه بده BA مش AB. ناخذ مثال آخر. بيقول لي إنه أنا عندي بوينت موجودة 2 3، لو رسمنا المحاور عندي هاي النقطة سميها A وحداثيتها 2 3، وفي عنده نقطة ثانية B حداثيتها 5 7. R in a region where electric field is، المجال الكهربائي هاي E ثابت طبعا، ولكن اتجاهه 4I زائد 3J. What is the potential؟ بده VAB، تمام. VAB يساوي E dot R. لما يكون كل شيء فيكتور فيش داعي تحط dot R مباشرة بدون كوساين. طب إيش R؟ R يساوي R2 minus R1. إيش R2؟ هاي النقطة ممكن كتابتها 5 I زائد 7 J، هاي R2. RB RA هي 2 I زائد 3 J. ليش؟ شو المعنى هذا الكلام؟ لأنه الإحداث السيني I والإحداث الصادي J. فR إذن R2 minus R 5 ناقص 2 راح يساوي 3 I زائد 7 ناقص 3 راح يعطيني 4 J. إذن هذا هو R. فالآن إذن RAB يساوي الE اللي هو 4 I زائد 3 J، كل هذا دوت الدلتا R اللي هو R2 minus R 3 I زائد 4 J. تذكروا الآن بالدوت برودكت إحنا بنضرب المتشابه ببعضه، يعني الـ I مع الـ I والـ J مع الـ J. فـ 4 I في 3 I بيعطيني 12، والـ I مع الـ I بتروح، زائد 3 في 4 12 والـ J مع الـ J بتروح. إذن الجواب موجب 24 فولت. سوري، هذا هنا قصدي VAB، تمام، ويساوي 24. هل في جواب 24؟ نعم، this is 24. نأخذ example آخر. بحكي لي هون a uniform electric field E، هذا E وهي موجود بهذا الاتجاه باتجاه I directed على positive X axis يعني I. find the work done by the electric field، أنا عندي شحنة Q point charge from من A
من نقطة الـ O 00 هذه إلى النقطة P. إذن أول حاجة نطلع إيش عندي R2 minus R1 يعني اللي هي R وتساوي احداثيات النقطة 3I زائد 4J. أوكي والإي الإي تعال يا إي أنت 4 في 10 قوة 3 بس باتجاه I اعمل دوت برودك إي دوت R ويساوي مش VA B يساوي إي دوت R. يلا إي دوت R يساوي 3 في 4 الاي زي ما حكينا الاي مع الاي فبيعطيني 3 ضرب 4 في 10 قوة 3 زائد ولا شيء جي فيش جي إذن صفر. فثلاثة في 4 12 في 10 قوة 3 فولت. طيب إيش الورك يساوي؟ الورك يساوي كيو في اي بي ويساوي وينك يا الشحنة المنقولة؟ تعالي يا الشحنة المنقولة ميت اوكي فايند ذا الكتريك فايند دان باي الكتريك فيلد. اذا عندي انا الشحنه 100 مايكرو يعني 100 مايكرو 10 قوه سالب 6 والفي اي بي 12 في 10 قوه 3 ويساوي بالحاسبه 100 في 12 1200 ضرب 10 قوه سالب 3 كمان رد خد هون بيطلع 1.2 جول. تمام في جواب 1.2 جول أو نفسه نيوتن في متر اللي هو وحدة قياس الشغل. طيب نأخذ الفكرة الثانية إذا علم الجهد فاحسب المجال. آها الآن V موجود لكن function مش ثابت function على X أو Y أو Z عندها بيكون الـ E. ليش؟ لأنه أنا الـ V كمية غير متجهة وبدي أحوله لكمية متجهة فبأخذ EX بشتق الـ V بالنسبة لـ X وهي مشتقة بايلي يعني إنه بسموها partial differential مشتقة جزئية. الآن راح أوضح لكم هذا الحكي. طيب لو كان مثال مثلا إكزامبل لو قلت لك الـ V تساوي 5 X تربيع زائد 3 X بلس 1 find E المجال الكهربائي at X تساوي 2 متر. فعندها بنقول لا تنسى سوري دائما في إشارة إجباري. تمام إذا بنقول الـ E تساوي سالب مشتقة الـ V بالنسبة للـ X اشتقها. المشتقاق بذكركم الـ X تربيع تنزل قدامها بصير 2 X الـ X تكعيب تنزل قدامها بصير 3 X تربيع بننقص منها واحد وهكذا دوالي. هذه إيش مشتقتها إذا بصير 5 2 بتنزل تحت بصير 5 ضرب 2 يعني 10 X زائد 3 X تظل 3 إذا كانت X بتروح مشتقة أي ثابت صفر. إذا E صارت تساوي في هذه الحالة 10 X زائد 3 ويساوي الآن عوض الرقم المعطى. أنا قايلك بدي عند X تساوي 2 إذا E تساوي 10 ضرب 2 زائد 3 تساوي 23 نيوتن لكل كولوم. طيب إذا كان عندي مش بس X يعني V function على X وعلى Y وعلى زد عندها راح يكون في مركبة على X في مركبة على Y في مركبة على زد. طبعا هنا نسيت اني لازم اضرب بإشارة سالبة لا تنسى في إشارة بالآخر سالب هذا كله مضروب بإشارة سالبة. يلا شو معنى إيه بالنسبة لX يعني اشتقها بس بالنسبة لX مركبة للY يعني اشتقها بس بالنسبة للY للزد يعني اشتقها بس بالنسبة للزد. والآن راح أوضح لكم كيف نأخذ مثال نشوف هذا المثال بحكي لي انه انا عندي في هيها في فانكشن على الاكس وعلى الواي وكمان على الزد. تمام اذا هي على كلياتهم بحكي ايش هذا الالكتريك بوتنشال فايند ذا الكتريك فيلد احسب فايند الاي عند النقاط اكس واي زد يعني 3 2 3 0 نقوله بسيطة هو راح يكون عندي ثلاث مركبات. أول مركبة EX تساوي سالب مشتقتها اللي حطينا الإشارة السالب هون لا تنسى أنا أحيانا بنساها لا تنسى في إشارة سالبة دائما مشتقة الـ V بالنسبة لـ X لحالها. طيب يلا كيف نشتقها بالنسبة لـ X لحالها نبدأ 5X ومشتقتها 5
ناقص 3 اكس تربيع. يعني شو معنى اشتقها بالنسبة لإكس؟ يعني واي اعتبرها رقم، فهي راح تكون 3 في اكس تربيع راح تكون 6 اكس، والواي بتركها لأنها راح اعتبرها رقم زائد هذا الحد. هل في أي علاقة بإكس؟ إذن هو ثابت، وذلك مشتقته صفر بالنسبة لإكس لأنه ما فيهوش إكس. فصفت إي إكس تساوي 5 ناقص 6 إكس واي، بعدين بنعوض الإكس تساوي 2 والواي تساوي 3. إذن واي يساوي 5 ناقص 6 ضرب الإكس 2 والواي 3. إذن صار عندي 5 ناقص 6 في 2 12، 12 ضرب 3 36، وخمسة ناقص الحكي ويساوي 36، قلنا هاي 36، إذا الجواب سالب 31. بس لا تنسى إنه في إشارة سالبة برا، إذا هذا كله مضروب بإشارة سالبة، يعني هذا مضروب بإشارة سالبة حيطلع 31 باتجاه I. يلا نشوف، يعطينا صفحة أخرى نشوف نشتقه بالنسبة لواي. إيه بالنسبة لواي تساوي سالب مشتقة الفي بالنسبة للواي. أول إيش بدي أرد أكتبه قدامكم حتى، هي الفي تساوي 5 إكس ناقص 3 إكس تربيع واي زائد، وفي عندي 2 واي زد تربيع، 2 واي زد تربيع، اشتق لي إياها بالنسبة للواي. يلا هذا في واي الحد؟ لا، اذا صفر ناقص. هذا في واي؟ نعم واحده، وذلك مشتقته بيضل كل شيء قدامها، بس الواي مشتقته واحد. هذا بالنسبه للواي نعم فيش الا واي، اذا بيضل 2 زد تربيع. ثم عوض الاكس قديش في قال لي هو في السؤال، الاكس تساوي 2 والواي تساوي 3 والزد صفر. اوكي، اذا النقطه 2 3 0. يلا الآن بارشل في بارشل إكس هيك تسمى، 3 ضرب 2 تربيع زائد 2 في 0 0، فبالتالي راح يطلع عندي سالب 6. إذن إي إكس تساوي إي واي، سوري واي 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 واي، إي واي تساوي سالب مشتقة الفي بالنسبة لواي، طلعت سالب وعندي سالب 6، إذن طلعت 6. نشتقها بالنسبة لزد، إي بالنسبة لزد. يلا هذه الحد، الحد الأول بالنسبة لزد بارشل في مشتقة بالنسبة لزد، هون فيش هذه ما فيها زد، إذن صفر ناقص الحد الثاني ما فيه زد كمان صفر، زائد الحد الثالث بالنسبة لزد زد تربيع، فبالتالي شو بصير؟ 2 وفي واي واثنين زد. الآن عوض، زد تساوي صفر، فهذا الحد إذا حوضت هذه 2 في واي في كله بطلع صفر، إذا اي زد تساوي صفر زائد صفر زائد صفر، هون بسبب الاشتقاق وهون بسبب التعويض. إذا صفى عندي بالآخر اي يساوي حق الاكس كم طلع معي؟ 31 اي، نعم 31 اي اللي هي مركب السينية، ناقص 6 جي. هل في خيار هيك بالسؤال؟ 31 اي ناقص، إذا الوحدة موجبة ناقص 6 جي، كيف 6 جي؟ يقول 12 هون، هل اخطأنا بشيء؟ نتأكد. هذه اكس تربيع هون، تذكر 2 تربيع 4، ف 3 ب 4 12، من وين اجت 6؟ اذا هذه 12، تمام، اذا 12 وليس 6. تمام، إذا الخيار موجود، نعم هيو الخيار الأول. وهكذا إذا الفكرة واضحة. نأخذ مثال آخر، بحكي لي إنه الـ V تساوي X تربيع زائد Y زد زائد 10. مرة أخرى calculate the magnitude، يعني بعد ما تطلع المجال بدك تأخذ magnitude. عند النقطة X تساوي 2 Y تساوي سالب 2 وزد تساوي 1. كله بسيطة. أول حاجة بدنا نطلع اي لإكس اللي هي حقة الآي، يعني بدنا نشتق هذا كلياته، بدنا نشتقه بالنسبة لإكس، سالب مشتقة الفي بالنسبة لإكس ويساوي سالب، طلعها برا، 2 إكس هاي مشتقتها
زائد صفر زائد صفر فيش إكس هون. إذن واي يساوي إي إكس تساوي سالب برا الإكس اثنين، اثنين ضرب اثنين ويساوي سالب أربعة. خلصنا. نيجي الآن حقة الجي اللي هي إي واي، يعني سالب مشتقة الفي بالنسبة للواي، ما لنا دخل بالإكس. تعال فيش واي لا هون ولا هون ولا هون، إذن صفر فيش واي أصلا. الآن حقة الكي اللي هي زد، إي زد تساوي سالب مشتقة الفي بالنسبة للزد. يلا وينك يا هذه سالب، افتح قوس. هذه بالنسبة للزد فيش فيها زيرو، هذه بالنسبة للزد هاي واي وزد، إذا بتروح زد بضل واي لأن مشتقة الزد واحد والواي ثابت لا يشتق، زائد صفر. إذا اي زد تساوي سالب واي، بس الواي أنا معطيك إياها سالب اثنين، سالب السالب اثنين ويساوي اثنين. إذن الماجنتيود اي يساوي جذر الاي اكس تربيع الاي واي تربيع زائد الاي زد تربيع ويساوي جذر سالب أربعة تربيع زائد صفر زائد اثنين تربيع، وهذا يساوي 16 زائد أربعة يساوي جذر العشرين. ويساوي تقريبا أربعة ونص. هل في جواب أربعة ونص؟ نتأكد. نعم هيو أربعة ونص. الفكرة الأخيرة بدي أحكيها اليوم اللي هو سطوح تساوي الجهد. إذا بتتذكروا إحنا وإحنا إحدى الحلول لما كنا نتكلم إنه هذا الإي ومشينا بعمودي صنعنا زاوية 90 على الجهد، فمعناها إيش صار عندي؟ في لو سمينا هاي النقطة A وهذه النقطة B، فعندها VAB تساوي E في R في كوساين التسعين. كوساين التسعين صفر، يعني VA ناقص VB تساوي صفر، يعني VA تساوي VB. الآن الخط أو السطح اللي بيكون فيه كل إرقام الجهد نفسه يسمى equipotential surface. إذن equipotential line أو surface، وهو المكان الذي تكون فيه قيم البوتنشال الجهد نفسه متساوية. تمام؟ راح ندرس لقدام شوي انه اذا كان عندي كوندكتور، كوندكتور سفير من السطوح تساوي الجهد، الكوندكتور سفير انه الجهد في المركز في بالمركز هو نفسه هون، هو نفسه هون، هو نفسه هون، هو نفسه على السطح، فيمثل كل هذا المكان داخل الكرة جهد ثابت، لذلك تمثل إيش؟ equipotential surface. راح نأخذ بالمستقبل إنه الدرس الجاي KQ على R اللي هي نفس R. فلو كان نصف قطرها الكرة 10 سنتي وأنا قلت لك بدي عند زيرو راح تعوض العشرة سنتي، لو قلت لك عند واحد سنتي راح تعوض العشرة سنتي، لو قلت لك عند اثنين راح تعوض العشرة سنتي، والسبب إنه الجهد متساوي في كل مكان داخل الكرة لأنها تمثل equipotential surface. الآن من خصائص الالكتروبوتنشال سيرفيس، the electric field is constant and magnitude in a magnitude and direction، ما لهاش دخل هذا الإشي. The electric charge is constant، أيضا ما لهش علاقة. أنا بعديني هون A charge may move moved at constant speed without work. ليش without work؟ لأنه VA ناقص VB يساوي صفر، يعني VA هي نفسها VB. وأنتم بتتذكروا ال work كان يساوي Q في V B ناقص VA. طيب إذا VB هي نفسها VA فالجواب بهذا راح يكون صفر، فQ ضرب صفر إذا ال work راح يساوي صفر. متى يكون work يساوي صفر؟ لما يكون ال speed constant، سرعة ثابتة، لأنه عندها من قانون نيوتن مجموع الفورس يساوي M في A، يعني هذا حيساوي صفر، معناته القوة ثابتة. إذن هذا هو الجواب، هاي من أهم شروطها. نأخذ مثال آخر. When a charged particle is moved along the electric field line, the electric potential energy of the charge undergoes the maximum change in the magnitude. أكيد. ليش؟ لأنه لما يكون أنا بمشي مع خطوط المجال عندها الزاوية راح يساوي صفر، وبالتالي كوساين الصفر راح يساوي واحد، يعني ماكسيمم ماكسيمم، وبالتالي راح يكون أكبر ما يمكن. تمام؟ هاي سطوح تساوي الجهد مرة أخرى.
هي سطوح أول شيء عمودية على المجال perpendicular على المجال إيه؟ يعني شغلة ثانية إنه قيم الجهد فيها قيم الفي نفسها على كل المجال. خلي بس نأخذ مثال هيك توضيحي أكثر. يعني نأخذ مثال صغير هون. تخيلوا لو كان عندي هذا الشكل، أنا عندي مثلا هذا سطح تساوي جهد سميه V1 يساوي 20 فولت، وهذا عندي سطح تساوي جهد V2 تساوي 60 فولت، وفي عندي لنقل سطح تساوي جهد آخر ثالث هي لو قلنا يساوي V3 يساوي 90. الآن لو قال لك احسب في عندي نقاط، خلينا نسمي نقاط على الخط، لو قلنا هاي النقطة A وهاي النقطة B وهاي النقطة C وهاي النقطة D وهاي النقطة F، لو قلت لك احسب لي VAC مباشرة بتقول لي زيرو لأنه على نفس الخط. إذا أي حركة على نفس الخط VAD هتقول لي زيرو لأنه أنا بعدني على نفس السطح تساوي الجهد. لكن لو قلت لك بدي VAB معناته يعني VA ناقص VB، VA لبي VA ناقص VB ويساوي معناته 90 ناقص 60 ويساوي 30. لو حكيت لك بدي مثلا VBF يعني VB ناقص VF ويساوي هاي البي وهاي الاف، يعني حيكون 60 ناقص 20 ويساوي 40. المهم أنا اللي بدي تفهموا هاي النقطة إنه الحركة على نفس خط تساوي الجهد راح يعطيني زيرو، وبالتالي الورك يساوي زيرو، وبالتالي الإنيرجي تساوي زيرو، وبالتالي التسارع يساوي زيرو، وبالتالي constant velocity سرعة ثابتة على نفس سطح تساوي الجهد. بالتوفيق إن شاء الله ضل نحكي كمان فيديو على الجهد، وبكون انتهى كل ما يتعلق بالجهد.